اخد شويه سوداني وبتاع وبعد كده بحاسبك بعدين. انا عارفك انا بديك والله، ما انا كده كده بديك. لا ما فيش سوداني معلش. خلاص معلش والله ما في. ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه والنبي، انا بس عشان مزنوق كده ناخد شويه سوداني وبتاع وبعد كده بحاسبك بعدين. بس هو الزول تعالى شايف انا لابس يعني واحنا شباب وكده، فقلت ايه؟ لا معلش انا عايز بس شويه في كيس عشان امشي. معلش ماشي ايه؟ دوبك كده عشان خاطر بس. انا عارفك انا بديك والله، ما انا كده كده بديك. انا اجيب لك بخمسه جنيه يعني؟ ماشي. خلي بالك انا بعدي وبشوفك ساعات. سامع والله؟ انا سامع البسيط دول. ايه؟ انا ما استفتحتش لسه. ما استفتحتش من غير حلفان والله. انا هديك يا عم. معلش اصل انا قلت انت شاب كده زيي وبتاع وانا لابس يعني اديك شايف مش محتاج يعني حاجه. طب بقول لك معلش نبي. بقول لك طب بقول لك على حاجه، مش عايز اتكلم عشان الناس ما تسمعش، بس معلش يعني لو ما جبتلكش الفلوس سامحني. لله لله بأمان. لا لا انت شكلك مش مسامح يا عم. خد. لا لا شكلك مش مسامح والله. انا قلت لك ماشي. ايه؟ قلت لك ماشي. انت عايزهم ولا مش عايزهم؟ ما انا اصل انا اصلا بصراحه ممكن ما اشوفكش تاني. انا خايف. قلت هعدي عليك ومش هعدي عليك ورجالي وقلت مش عايز. خلاص يا عم براحتك. عشان اصل انت بتلف، انت بتلف. على الله. خلاص لا خد خد. ايه؟ طب بقول لك بس، طب بتجري ليه؟ بالله عليك عايزين نشوف اكل عيش. لسه بقول لك ما استفتحتش. طب بتجري ليه يا عم؟ عايز ايه حضرتك؟ خلاص اخد السوداني. طيب لا ما فيش سوداني معلش. خلاص معلش والله ما في. والله خلاص مفيش والله. لسه ساعتها. طب انت زعلان ليه؟ مش زعلان والله، سيبه بس معلش. طب انت زعلان ليه؟ انا مش زعلان والله. لا تقول لي. بالله عليك لا. طب والله لا تقول لي. بالله عليك والله لا تقول لي. بالله عليك يا اخويا معلش. مالك طب زعلان ليه؟ معلش بس مش خلي بقى العمليات زرجن معايا على الصبر. طب استنى استنى خلاص 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 احنا بنصور. ايه بقى وروح. تعالى بس اقول لك ولا تقلب ولا بتاع، ما تبص عيدي. تعالى تقربنا ابن عمنا. بص في العربيه دي كده. انت بعد ما اكرمتني يا راجل واديتني السوداني تاخده مني؟ طب ماشي ما انا قلت لك تمام وانا رجعت. قلت انت قلت لك مسامح قلت لي مسامح. مش شوفك تاني ام شبك تاني. برضه ما انا برضه في حاجه. اه قول لي. انا لما اديت لك السوداني وماشي انت قلت لي طب مش عارف ايه. زهقتك؟ لا مش زهقتني، اني حسيت في حاجه تانية. ايه؟ حاجه تانية هي معلش يعني انت اخويا ينفع في حد اسمعنا اختي؟ لا لا قول براحتك. يعني معلش احنا اخوات، احنا ساعه الصبح معلش عازب برضه وبتاع. وفي اليومين دول بيجي يقول لك مش عارف ايه ويضحك فيك ومش عارف الشغل. لا انت كريم، احنا قلنا لك على السوداني انت مدينا سوداني. بالظبط. تعالى يا نادر. طيب انت بتزرج ليه؟ معلش يا عم انت كريم واكرمتنا واديتنا السوداني وربك بقى كريم هو اللي بيكرمنا كلنا. هتعمل ايه بالفلوس دي؟ الله يبارك فيك. تعمل ايه؟ والله هبعته لامي دلوقتي. لا والله. اه والله. امك ست كبيره؟ امي ست كبيره الحمد لله على الله يعني. لا والله. اه والله الحمد لله. خلي بالك كل اللي هشوفك هبقى فخور بيك، انت راجل صعيدي حر ومحترم وجدع. واصلح حالكم كده وراضتنا واكرمتنا وربنا الكريم اللي بيكرمنا كلنا. الله يبارك. كل سنه وانت طيب. احنا بنشكرك. ربنا يكرمك. خلاص والله. حلال والله زي الفل. شاكرين. واي حد بيطلب منك حاجه اديله. ماشي والله العظيم الجليل بالجليل بيراضي وبدي اي حد. لا والله والله العظيم ربنا يوسع عليك ويزيدك من نعم الله. تمام والله الحمد لله. انت محترم واحنا فخورين بيك. الله يخليك. مصر صعيدي محترم. الله يصلح حالك. ربنا يخليك. سامحني بقى في شويه سودان اللي انا كنتهم. خد اللي انت عايزه. الله يخليك. شكرا. ربنا يخليك. يلا سلام عليكم.